أول المنابر اللي جمعت صهيونيين ورجال القانون والإحصاء ونور تاريخ طويل وما كان يصدره من مجلة علمية لها أثر عام وتنويري وكتب فيه كبار الكتاب من مصر ومن الخارج. طبعاً واضح أننا الإطار بين عظمة مصر في هذا المكان كل مرة واحد يجي يشعر بأنه بينتمي إلى دولة الحقيقة مهما كانت. طبعاً أشكر حقيقة الأمر أنا أقول بمنتهى الصراحة إنه ليس لدي جديد أقوله مختلف على اللي بقوله كثير في الكتابة والنظرية اللي بتطلع في القنوات المختلفة، ولا أريد أن أكرر نفسي، إنما أؤكد إن الكلام اللي قاله معالي الدكتور أشرف عربي يمثل بشكل عام للقضايا الجوهرية اللي ينبغي أن نعالجها. أول أمر هو أننا لابد أن نقتنع بأنه القوة الكامنة في الاقتصاد المصري تدعو للاطمئنان. نقول أن مصر تقعد سنتين وفي خلال السنتين فيها كل ما فيها من قلق ومن اضطراب ومن ضمور عديد من المصادر الاقتصادية الأساسية زي ما تفضل الوزير وقال السياحة، الاستثمارات الأجنبية، خروج جزء مش قليل من الأموال المصرية للخارج، ومع ذلك ما زال الاقتصاد المصري متماسك. هذه يعني نوع من الاكتشاف الجديد بالنسبة لكثير من المهتمين بالاقتصاد المصري في الداخل والخارج. ما كانش حد يتصور ان قدره الصمود والمناعه موجوده بهذا القدر في الاقتصاد المصري. بس ده اول عنصر مش للاطمئنان والسكوت، ده عنصر للامل في المستقبل. ده ما يمنعش ان هناك حقيقه لا تقل اهميه عاجله. هذه الحقيقه العاجله ان احنا اذا موقف بالغ الصمود وما لم نتحرك لمواجهة هذا الموقف اللي هو بالغ الصعوبة، البلد ستخسر الكثير، مش بس اقتصادياً، ربما اقتصادياً وسياسياً وقومياً، أشياء كثيرة جداً. فإحنا بنتكلم على جسم واحد شاب أو طفل قوي، كله فيه كل العناصر، ولكنه أصيب بصدمة، بينزف. لابد إننا نعمل على إيقاف النزيف، لكن احنا ما بنتصرفش في جسم ضعيف. جسم إذا أوقفنا هذا النزيف سيكون في المستقبل كارثة. فينبغي زي ما قال الوزير إنه أيضا والحرائق الموجودة قدامنا في كل مكان نزيف بينزف، لابد إننا نهتم لإنقاذ هذا الوضع. لابد أيضا ما ننساش إن احنا إذا اقتصاد له مقومات جيدة والأهم من ذلك له مستقبل، أنا أعتقد لو بذلنا فيه ما يستحق من جهد ممكن البلد تتقدم بشكل. في الخمسينات مصر وكوريا كانوا على نفس المستوى تقريبا. أنا في نقطة دايما أقولها والناس بتزعل لأني مقتنع بيها حتى ربنا رب ما يمكن تزعلكم، أنا أعتقد إن مصر ليست غنية بالموارد الطبيعية. مش معنى ذلك إن مفيش فيها موارد طبيعية، فيها موارد طبيعية، ولكنها ليست الدول التي عرف عليها الثراء في الموارد الطبيعية كما هو حال البرازيل، كما هو حال الولايات المتحدة، كما هو حال الكونغو، كما هو حال جنوب أفريقيا. إنما هذه ليست نعمة، ليست نقمة، بالعكس أنا أرى أن البلد التي ليس أمامها إلا أن تعتمد على المصدر الخطير والوحيد وهو الإنسان نفسه. إحنا عندنا العنصر البشري، وهذا هو الذي جعل اليابان على ما هي عليه، الذي جعل كوريا على ما هي عليه. كوريا بلد فقيرة جدا، في سنة 50 كانت صادراتها 15 مليون دولار في الوقت اللي كانت مصر فيه صادراتها 150 مليون دولار.
كان مستوى الدخل زي بعض. انا بشوفه فاللي انا عايز اقوله قدامنا مستقبل هاكي فيما لو اوعينا المصر. ولذلك وجود رؤية مستقبلية امر ضروري. بس الرؤية المستقبلية تبدأ تنفيذها النهاردة ولكن اثرها ستاخذ وقت طويل 20-30 سنة. فلا بد ان يكون عندنا اتفاق على الرؤية. وهذا الاتفاق ممكن نختلف فيه بس اظن كل واحد عليه ان يكون رؤيته الخاصة. وانا قلتها في اكثر من مكان